مساء الخير عليكم، مساء الخير على متابعينا ومشاهدينا قناة الصحة والجمال وبرنامج بنات حواء. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. نبدأ حلقتنا النهاردة بحلقة مميزة جدا زي ما عودناكم، ان احنا معانا النهاردة شركة بتقدم مشاكل ضعف السمع، واللي هيكون فيها مشرفنا فيها دكتور ومديرة الشركة. الشركة دي شركة عريقة جدا، من أقدم الشركات في مجال السماعات، وعمرها بيصل إلى 40 سنة. شركتنا النهاردة اسمها شركة النهار، بتهتم بالجانب الإنساني والخدمي، واللي هنعرف منهم النهاردة ضيوفنا الأعزاء كل ما بتقدمه الشركة، وكمان المبادرات اللي بتقدمها الشركة، ومنها مبادرة سنة. خلونا نطلع فيديو، نشوف فيديو ونرجع لكم تاني. موجود من زمان، بس انتوا لو مسكتوا شهادات الميلاد من يوم 1/10 بقى دلوقتي بقى فيها خانه للتطعيمات، وخانه لاختبار المده، وخانه لاختبار السمع لحديث الولاده. ده بقى خلاص هيبقى اجباري لكل الاطفال والمواليد. ليه؟ عشان الاكتشاف المبكر بيخلي النتائج تطلع احسن بكتير، وده اللي احنا عايزينه. مش معنى انه لبس السماعه معناها انه بيسمع، لازم اطمن لابس السماعه صح. السماعه بكشف عليها وعارفه انها مظبوطه، السماعه ارتفاع الصوت فيها مظبوط، ماشيه مع مقاس سمع الطفل، بعمل مقاس السماعه واطمن ان السماعه دي ماشيه معاه ومظبوطه تمام التمام. لو ما كانتش جايبه نتيجه معايا يبقى ساعتها ارجع للدكتور اقول ده انت اديني السماعه ومش جايبه نتيجه، هقول لك لا ساعتها محتاج ينقل قوقعه او محتاج يغير سماعه اعلى او ايه الحل، انما ما فيش حاجه اسمها ملهاش حل في الموضوع. الحقيقه انا سعيده جدا بالمبادره، اولا شركه النهار الحقيقه من الشركات، هي شركه الفرفوشه رزق، هي فعلا الشركه الفرفوشه اللي بتقدم الخدمه بجمال وبشياكه. الديفكت اللي بيبقى حاصل لكل مستخدمي السماعات او زراعه القوقعه، بتلاقي في نقطه معينه عنده مشكله في اللي هي نقول ايه المينتنانس، اللي هي الصيانه، قطع الغيار، الحصول على التدريب او التاهيل في الاماكن قريبه منه. فكون ان يبقى في مبادره تعمل تواصل بمنتهى الكرامه والشياكه للمنتفعين دول انهم يقدروا يحصلوا عليها. طبعا الدولة قايمة بدور كبير جدا، تغطية في تأمين صحي وفي وزارة الصحة وقرارات الوزارية وكل حاجة، بس دايما بيبقى فيه جزء فيه مشكلة. فالحاجات دي ممكن بتلاقينا في وقت نقف، ففعلا احنا بنكمل المنظومة الحلوة اللي حاصلة بمنتهى الجمال. فأنا بصراحة بحيي شركة النهار وبحيي مبادرة سنة، وبقدم استعدادي التام للمشاركة فيها بأي حاجة أقدر، يعني
حاجة طبية، حاجة كامبين اللي هي القوافل واتيفر، في أي حاجة. رجعنا لكم بعد الفيديو وشفنا طبعا مبادرة سند اللي بترعاها شركة النهار للسمعيات. هنرحب بضيوفنا النهارده من شركة النهار. معانا الأستاذ دكتور علي عبد الدايم، أستاذ متفرغ طب السمع والتزاين جامعة الأزهر، أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا المهندسة هبة يوسف، مدير عام شركة النهار للسمعيات وخبير تطوير أعمال وتنمية الكوادر. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا يا هبة، شرفونا ومنورنا النهارده، وإحنا بنشكر شركة النهار إن هي بتميز بحاجات مميزة خالص عن باقي الشركات. النهارده جينا النهارده علشان نقول إن شركة النهار متميزة دايما، ودايما بتقدم الجديد والحديث في السمعيات. شكرا لك. العفو. خلينا بعد اذن حضرتك نبدا حوارنا. خلينا نتكلم الاول، ايه اللي بتقدمه الشركه، او كلمينا الاول عن مبادره سند زي ما شفنا. نتكلم عن المبادره، هي اهم حاجه في القصه. طيب، هي مبادره سند. احنا الاول كشركه النهار بقى لنا في مجال ضعف السمع، خدمه ضعف السمع حوالي 40 عام. ان شاء الله 2020 نكمل 40 سنه. رحله طويله جدا بنعمل فيها حاجات كتيره، كل يوم في قصه جديده، وفي قصص ممتده على مجال الأربعين سنه، اب وابن وبنت وجد وكل حاجه. فوجودنا في التجربه دي مع وجود حاجه بتميز اعاقه الضعف السمعي، انا مش هتكلم من شق طبي طبعا واستاذنا موجود، بس هتكلم من شق اجتماعي، ده اللي انا ممكن اقدر اتعامل معاه. انه دي اعاقه مختلفه عن بعض الاعاقات الثانيه اللي هي ممكن تكون اعاقات ذهنيه او جسديه. من بعدها لازم تبتدي من نقطه معينه وتبتدي تشتغلي من النقطه دي، في نقطه فقد اوريدي. الاعاقه السمعيه مختلفه، الاعاقه السمعيه لو تم التعامل معاها بشكل صح، في التوقيت الصح، بالطريقه الصح، ممكن ما تبقاش موجوده اصلا، ويبقى الشخص زيه وزيك وما عندوش اي مشكله في اي حاجه. فعشان كده ده حاجه كان دافع تاني. الدافع الثالث انه في تحركات على مستوى الدولة كتيرة جدا، أنا برضو مش هدخل في تفاصيلها قوي، بس هي دافع لينا من خلال مناصات التأمين الصحي اللي بتطرح أعداد وعملها تتزايد كل سنة. ده معناه أنه في الدولة مدركة للمشكلة وبتحاول توجد حلول، بس احنا 100 مليون مواطن في مشاكل كتيرة، فلما الدولة تتحرك ما ينفعش احنا نقف نتفرج ونبقى واقفين نشوف ايه اللي بيحصل، لا، نشارك ونشارك بقوة. نقطة الأخيرة أنه أنا في الآخر شركة تجارية، الهدف عندي هدف ربحي، بس بتعامل في حاجة إنسانية بحتة. أنا ما ببيعش موبايل ولا ببيع فستان، بتتعاملي مع بشر بالظبط كده. وبشر في حتة مساحة تخص جزء من حواسهم وبتأثر على حياتهم، ممكن بتأثر على النفسية كمان، نفسيتهم إذا كان كبير أو صغير، ده حقيقي، ومسار حياتهم كله. يعني ممكن لو ما تعاملش صح مع الإعاقة دي حياته تمشي في مسار، ولو تعامل معها صح تمشي في مسار تاني خالص. ممكن يبقى زيه زيك وأنجح مننا وأحسن مننا بكتير. فإزاي بقى إن أنا أقدر أوازن، لأن أنا كشركة لازم أحقق ربح، بس في نفس الوقت أنا عايزة أتعامل وأتعاطى مع الجزء الإنساني ده وأقدر أدعمه وأساعده. فجت السند. السند دي أول مبادرة؟ دي أول مبادرة للشركة بشكل رسمي. أوكي؟ هي إحنا دورنا فيها، وده مهم قوي إنه يبقى واضح لكل الناس، إحنا دورنا فيها زي كونكشن بوينت أو نقطة حلقة وصل، بما أننا في مجال تقديم الخدمات فإحنا عندنا نتورك أو تواصل مع جميع الأطراف، عارفين نقطة الضعف إيه في كل حتة لأن بنقدم الخدمة، تمام؟ فإحنا نقطة وصل ما بين طرف واحد وطرف اتنين. طرف واحد اللي محتاج السند، تمام كده، ومحتاجه ازاي؟ من هنا جت كلمه سند. كلمه سند بالظبط كده. محتاج السند، مش عايزين كلمه مساعده لان ده واجب وحق علينا. اوكي، المحتاج السند محتاج يفهم يعني ايه مشاكل سمع، يعرفها. في ناس على فكره على مستويات مختلفه من تعليم الثقافه ممكن ما يبقوش عارفين الموضوع اساسا ولا سمعوا عنه قبل كده. والجزء الثاني ممكن يكون انه محتاج يتطور، محتاج يتشجع يتحفز، او يبقى في جزء دعم مادي، لان المواضيع احيانا بتكون مكلفه جدا جدا ويبقى ليها متطلبات وبتمتد عدد كبير من السنين، ممكن على طول العمر. في الطرف الثاني اللي يقدم السند بقى، اللي يسند، ماشي، اللي يسند ده فيها اكتر من جزئيه. اهم الجزئيات التوعيه، ودي طبعا شريكنا الاكبر فيها الاطباء، الساده الاطباء هم احنا فعلا شفناه في المبادره وهم موجودين. ده حقيقي، بجميع بقى اشكال، تعاون فوق رائع بصراحه، فوق رائع. انا معاكي جدا، بصي فوق توقعاتنا يعني صراحه. وان هم يعملوا الدور التوعوي، واحنا هنشاركهم في ده وهننظم ده معاهم، يعرفوا الناس ويفهموهم في كل حته،
خلاص مش في مكان واحد ومش هنكتفي بالقاهرة والحتة اللي فيها الجلامر والضوء، لا هنروح للحتة الصعبة اللي محدش بيوصل لها. وجزء طبعا لو في جزء مادي بالشراكات مع مختلف الجهات طبعا تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عشان كل حاجة تبقى ماشية بشكل مظبوط وتروح للمستحق بتاعها. تمام. طيب ممكن بس سؤال واحد بس مهم جدا واحد. بما ان الشركة بقالها 40 سنة تمام. انتوا يعني مثلا بيبقى كل عميل عندكم ممكن يكون بيتعامل معكم من زمان تمام. فبيشوف مراحل تطور السماعي ده حقيقي. بيكون ليه كل عميل فايل معين طبعًا. بيكون في الشركه داتابيز بتتواصلوا معاه وتكملوا معاه المسيره ده حقيقي. هو ممكن اكلمك بالتفصيل عن ده انه هو العميل بتاعي انا، هو الناس بتقول ان انا لازم اقول مريض بس انا بفضل عميل عشان احافظ له على حقوقه عشان العميل بيبقى ليه حقوق معينه في لسته كده لازم نمشي عليها ونحققها. وانس ان هو دخل عندي بنملى البيانات بتاعته كلها وبنسجلها عندنا بديتا بيس سيستم، يعني نظام ملفات وكذا بس يعني مميكن يعني. وبعدين بنبتدي نتعامل معاه في مناسبات عديدة ونتواصل معاه في مناسبات عديدة عشان نوصل ليه ونقدر ان احنا نقدم له الخدمات المطلوبة. ده بالنسبة للهيستوري بتاع العملاء او التعامل معاه. طيب انت كنت بتكلمي عن تطور المبادره، في ايه يعني قولي لنا ايه التطورات الاكتر؟ طب ممكن اكلمك عن مراحلها؟ ماشي نتكلم عن المراحل. نتكلم عن المراحل مدياني فرصتي فرصتك خالص. هي مراحلها اول مرحله هي كانت الاطلاق، لانه انا قبل ما ابتدي اخاطب اي حد او ابني حاجه لازم الاول اعمل له الايدنتيتي بتاعته او الهويه بتاعته تمام. فسميناها سند، عملنا فوكس جروب واتفقنا مجموعه زي العصب الذهني واتفقنا وطلعنا الاسم ده وحطينا لها مجموعه قيم عشان نتعامل مع بعض فيها وتبقى هي المحرك لينا. التنوع دي مهمه جدا. التفرد، ليه التنوع؟ لان انت مش مختلف بشكل مش حلو عشان انت عندك ضعف سمعي او كذا، لا انت كلنا مختلفين في حاجات فنستقبل ده ازاي، وده اللي بيتاكل موضوع الدمج كمان. طيب. التفرد الكولابريشن او التعاون ده برضو موجود معانا، والنجاح لان يهمني مش بس انه يسمع، انه يسمع يتكلم لو ما بيتكلمش وبعدين يتميز ويتفوق ويلمع يعمل حاجه مختلفه. وطبعا احنا بنشكر الدوله برضو على مساندتها، هي مش بس مساندتها هي بتلهمنا كمان يعني هو في الهم يعني فكره انه ممكن انت في وسط زحمه الدنيا ما تبقيش واخده بالك ايه اللي المفروض يحصل. لما حد يشاور لك ويحط لك اولويات ويبتدي ياخد خطوه الاول فياخد بيدك فانت تروحي تستجيبي لده وتبتدي تسمعي، فده مهم قوي. دي مرحله الاطلاق اطلقناها في مؤتمر حسب الريبورتاج اللي كان معانا من شويه واللي هنشوفه في مؤتمر اوتو اليكس من اكبر مؤتمرات الانف والاذن والسمعيات في مصر والشرق الاوسط. واطلقناها من خلال الفعاليات اللي كانت مختلفه، ممكن عشان ما اكررش الكلام هتكون ظاهره. الخطوه اللي بعدها لحد شهر 12 او 1 هنشتغل على عمليه التدشين او الاستابليشمنت بتاعتها، ان احنا ازاي نكون النتورك ناحيه اللي عايز يتسند كتيره وواضحه وتقيله، محتاجين نوزن بقى اللي عايز يسند نكون الجبهه دي او الناحيه دي. فدي الفتره الجايه عمليه شبكه او نتورك لتكوين مين الناس اللي تقدر تساعد في كافه المجالات او في كافه اوجه المساعده او السند. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هتبتدي من 2020 الفعاليات اللي هو بقى على ارض الواقع الاكشن ايتمز بنتصرف وننفذها ازاي. في اكتر من محور، في المحور الاولاني اللي هو محور التوعيه وده مهم جدا. الناس احيانا بتتخيل انه مش مهم بس هو مهم لانه ممكن يوفر علينا المحور المادي في الاساس، فهو الكور او البدايه. هنعمل توعيه في العديد من المدارس، المدارس مهمه قوي. التوعيه طبعا هو يبدا الكشف مبكر، مش بس الكشف المبكر لان في ناس اوريدي في باكلوج، في حالات قديمه سنين، فاحنا عايزين نشوف نتعاطى مع ناس دي ازاي. فالتوعيه مدارس مهمه قوي. المدارس ما يبقاش قاعد زميله مش فاهم ده ايه ويشده من ودنه ولا يخبطه في حاجه ولا يتريق عليه زي النظارات زمان مثلا والكلام ده، او مدرسه ما تبقاش فاهمه الوضع ايه او كل الكلام ده. تمام. ممكن بعد اذنك بس نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل حوارنا. اوكي شوف مراحل الاستقبال بتاعة الطفل. الطفل أول ما بيتولد هو بيسمع من قبل ما يتولد، والودن من أول الحاجات اللي بتتكون في الجنين. أول حاجة الطفل يبتدي يعرف إن في صوت،
يعني والده ووالدته واخواته بيعملوا صوت، القطه والكلب بيعملوا صوت، الترابيزه والكرسي ما بيعملوش صوت. دي مرحله بنسميها مرحله ادراك وجود صوت، عرف ان في اصوات دي تعمل اصوات ودي ما بتعملش. احنا بنعمل المسح السمعي بحاجتين، حاجه بنسميها انبعاث صوتي، طفل نايم ومجرد حاطين حاجه ميكروفون في ودنه كده وبنسجل الايه الانبعاث ده. الانبعاث ده يمكن ناس كتيره ما تسمعش عنه. الانبعاث ده عباره عن ان الودن بتطلع صوت لبره، الودن الطبيعيه كلكم كده ودانكم بتطلع صوت لبره، زي ما يقول لك العين بتطلع اشعاع كده والحسد والكلام ده، احنا عندنا الودن بتطلع صوت لبره، والصوت ده احنا عارفينه وبنقسمه انواع وبنسجله بالكمبيوتر وبنعرف اذا كان الصوت ده طالع من القوقعه نفسها وهي بتشتغل. فاذا طلع الصوت ده سجلناه يبقى القوقعه شغاله، اذا طلع مفيش صوت يبقى القوقعه فيها مشكله. هو مبادرة سند فكرتها ان زي ما بيقولوا الـ NGO او الجمعيات الغير الجمعيات الاهلية الغير حكومية لازم الحقيقة تشارك في حل المشاكل، الحكومة ما تقدرش تشيل كل حاجة، وهنا هو دي كشركة بتحاول تعمل نوع من المبادرة للإعاقات والتشخيص بتاع الإعاقة، تشخيص مبكر بحيث أن يبقى في تدخل مبكر ونقدر نوصل بالشخص اللي عنده ذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللي بنسميه المينستريم أو الخط الطبيعي تاني، يبقى إنسان منتج في المجتمع، يخش كلية يشتغل، يعني يبقى بدل ما يكلف البلد للإعاقة بالعكس هو هينتج ويضيف إلى الإنتاج بتاع البلد. وعشان كده برضو دي يعني جاية من رحم المبادرة الرئيسية بتاعة التدخل المبكر والمسح السمعي. هي مبادرة طبعا خيرية، شركة النهار يعني تدعم المبادرة دي. الهدف منها أو الفكرة منها إن أنا إزاي أقدر أوصل الدعم من الناس المتبرعين لمستحقين هذا الدعم وهذا التبرع. كتير من الناس اللي بيستعملوا السماعات أو ضعاف السمع أو الناس اللي عندهم مشاكل في السمع والناس اللي زارعين قوقعة، هي دي حاجات مكلفة جدا ومصاريفها غالية جدا، شهريا بتكلف مبالغ ضخمة، فممكن الأهالي كتير ما بيقدروش إنهم يتحملوا هذه المصاريف وهذه التكلفة. ففكرة المبادرة إن أنا إزاي أقدر أدعم الأهالي. رجعنا لكم بعد ما شفنا مبادرة سند واللي بتقدمها شركة النهار للسمعيات. نرحب بدكتورنا لتاني مرة الدكتور علي عبد الدايم، أهلا بحضرتك المرة تانية. أهلا وسهلا. كنا عايزين نعرف إيه أسباب ضعف السمع؟ وطبعا ضعف السمع أسبابه كتير قوي، يعني مش هتكفيها الحلقة، إنما إحنا هنتكلم على الحاجات المهمة، وياريت لما بنعرف السبب ده بيخلينا ما يحصلش إعاقة أو ضعف سمع. يعني من أهم الأسباب لضعف السمع وخصوصا في مصر هنا زواج الأقارب. إن زواج الأقارب بالضبط يعني سبب رئيسي من الأسباب الأساسية. إن المشكلة عندنا في ضعف السمع بنسميها الوراثة المتنحية، يعني الصفة المتنحية. يعني إيه؟ إن الولد أو العريس سليم بيسمع وبيتكلم وبيشتغل زي الفل، والعروسة والأخرى بتسمع وبتتكلم وزي الفل، مفيش أي حاجة باينة عليهم. بس حامل للمرض في العيلة وهي حاملة للمرض في نفس العيلة، زواج الأقارب هنا هيجيب لي ربع الأولاد عندهم إعاقة سمعية، نص الأولاد حاملين للمرض والربع بس اللي هيبقى سليم. لكن هل ده مكتشف اللي هي طبعا يعني الكشف اللي هو قبل الزواج ده؟ هو عشان يتعمل له هو الاكتشاف عن طريق الجينات هنا بيبقى يعني مكلف شويه، انما احنا بنرسم حاجه بنسميها شجره العيله. فلما بنرسم شجره العيله ونلاقي في ناس اخرى من العيله بننصح بنقول لهم انت عندك احتماليه الاعاقه كذا في الميه، وبالتالي هو حر بقى يعني ياخد القرار، يعني بيحبها ومضطر فخلاص هنعمل له ايه. انما لازم ننصحه بنسب الاعاقه المحتمل ان يحصل فيها اعاقه. برضو من الاسباب المهمه واللي بتحصل في مصر المشاكل اللي بتحصل اثناء الحمل. متابعه الام الحامل، لو في ضغط عالي، في زلال في البول، تسمم حمل، ادويه اثناء الحمل، بعض الميكروبات اللي بتصيب الام الحامل ومن ضمنها الحقيقه اللي بنسميه مرض القطط او مرض العصافير اللي هو التوكسوبلازما.
ده الام لو حامل ومربيه قطه عندها احتمال ان الام القطه تبقى سليمه ما عندهاش مشكله، بس حامله لجرثومه تؤدي الى مشاكل شديده بالنسبه للطفل. فدي حاجه بتتعمل تحليل بسيط جدا بيتعرف، واذا كان موجود بتاخد علاج بسيط. يعني انا دايما ببص على المشكله الكبيره قوي اللي حلها بسيط قوي، يعني ده احنا هنعمل تحليل دم بسيط وعلاجها بسيط قوي. ولو ما عملناهاش هتبقى الولد ده هو طول عمره 30 40 50 سنه بيعاني الاسره بيه. فطبعا الحاجات دي من الحاجات اللي مهمه جدا ده بالظبط، وناس كتير عندها قطط وعند الحصبه الالماني، ما تبقاش الام حامل وتروح مثلا في بيت في حد عنده حصبه تاخد تلقط الحصبه الالماني، ده يعمل مشكله اعاقه سمعيه وبصريه وقلب. ففي وقايه اثناء الحمل ومتابعه اثناء الحمل مهمه جدا. تمام. بعد كده اي مشكله اثناء الولاده، الولادات المتعثره، نقص الاكسجين، الواد مزرق، الصفره عاليه قوي، كل الحاجات دي بالرعايه المظبوطه هتمنع لنا الاعاقه من الاصل، وبالتالي احنا حلينا المشكله، مش هنقعد نعالج ونجيب سماعات وندرب ونعمل. تمام. بعد كده في بعض المضادات الحيويه الحقيقه، ودي برضو من المشاكل لانها المضادات دي ممتازه في النزلات الشعبيه وفي المحافظات خارج القاهره، الاطباء بيحبوها جدا. الواد عنده شويه برد خايف يخش في نازله شعبيه حاده تقلب بالتهاب رئوي، بيدي له مضاد حيوي معين. تمام. واحنا كاتبين لسته بيها ممنوعه، بيقلب بدل ما كان عنده دور برد بقى عنده اعاقه سمعيه ومحتاج سماعات ومحتاج تدريب وجايز ما يتكلمش، فبرضه في بدايل لها، يبقى بلاش دي، الواد خف بقى زي الفل، ما احتاجناش نخش في سكه الاعاقه اصلا. طب ايه انا كأم يعني اكتشف ازاي ان ابني هو الجنين بيسمع من اول 5 شهور وهو في بطن امه بيسمع، واول ما بيتولد طبعا احنا بنشكرك على المحاضره اللي احنا شفناها، احنا حضرناها وكانت فعلا كلنا استمتعنا. الله يخليك. بس برضو عايزين نقول للساده المشاهدين ازاي تعرف. هي اول ما بيتولد الولد ممكن يتفزز من الصوت العالي. تمام. بعدين ممكن يعمل بعينيه تجاه الصوت، اول 3 4 اشهر لسه ما بيقدرش يحرك رقبته، فمجرد بس ممكن يبص بعينه ناحيه الصوت، بعد الاربع اشهر يقدر يتلفت بدماغه ناحيه الصوت. وطبعا لو هو نايم وصوت عالي ممكن يصحى من النوم. بعد الاربع اشهر هيبتدي يعمل نوع من الغن اللي هو البابلنج، اللي هو دي هو بيظبط صوته، هو بيظبط عليه صوته هو. وفي الست اشهر الاولانيين دول بيفك شفره اللغه، يعني كل لغه لها شفره. احنا بندي روشته لكل ام جديده. يعني ما انت لو واحده ولدت الولد وراحت سابته في الصين هيتكلم صيني، لو سابته في روسيا هيتكلم روسي، فكل شفره لها 6 اشهر 7 اشهر. بعد ما يفك الشفره ويخزن سامع طبيعي، ذكاء طبيعي، كله زي الفل، وما اتكلمش لسه، كله قاعد بيفهم ويخزن. انا لو جيت قلت مثلا للولد وهو صغير دي الكوره، لما يكبر اقول له هات الكوره هيجيب لي دي. حسب ما احنا بنقول ايه. طيب. بتطلع كهربا تتخزن في مراكز المخ ان دي المحتوى ده بتاع الصوره دي. فبالتالي احنا زي ما هنعلمه هي ايه، هيتعلم بعد كده ان هي دي الكلمه، كميه الكهرباء بسرعه معينه بكميه معينه في مكان معين بيرتبط بالصوره في مركز تاني بتاع الابصار. ان دي الكلمه دي الصوت ده بتاع الصوره دي. بالتالي ده اللي بنعمله بعد كده في التدريب، اننا برضو بنرجع نعمل نفس الطريقة الطبيعية. اننا بنعلمه من اول وجديد، بنربط له الصوت مع الصورة. بعد كده في اسباب اخرى بقى، يعني ضوضاء، ودي طبعا من الحاجات اللي الاولاد الافراح والساوند سيستم والدي جيهات بيأثر جامد. امتى يا دكتور نقول ان ده عايز زرع قوقعة وده عايز او عنده ضعف سمع؟ بصي انا اقول لسعادتك حاجه، احنا هنبص هنا على النموذج ده، دي منظر الودن. الودن الصوت بيخش من القناه الخارجيه، دي غشاء الطبله، بيخش على الاذن الوسطى على القوقعه، بيتحول من القوقعه هنا من صوت الى كهرباء، كهرباء بالفولت، تطلع كهرباء في عصب السمع ده للمخ، لان المخ بيسمع كهرباء مش بيسمع صوت. لو في هنا هو مشكله شويه، ده كانه الدينامو المحول ده عطل شويه،
اذا انا هجيب سماعه هتعلي لي الصوت وتنقيه وكل حاجه. السماعه بتسيب الصوت هنا في القناه الخارجيه وتقول لك انا عملت شغلتي. سمع بيها ولا ما سمعش ماليش دعوه. الصوت الحلو ده الغالي ده وصل لهنا لقى بوائي هنا اشتغلت طلع كهرباء يبقى سمعنا بالسماعه. بعد درجه معينه من الفقد الكهرباء اللي هتطلع بقت قليله قوي غير كافيه للتفسير. فبالتالي السماعه احسن سماعه في الدنيا هتوصل هنا مش هتلاقي حاجه تحولها كهرباء، السماعه اصبحت غير مفيده. بنعمل زرع بقى ان بنجيب سلك معين في الجهاز بنحطه جوه القوقعه دي وبيجي السلك ده هو هيطلع لي كهرباء، يبقى انا خلاص انا مش عايز دي انا هطلع الكهرباء من عندي. فياخد الصوت الجهاز ياخد الصوت يطلعه لي كهرباء للعصب، العصب يوصل للمخ نسمع بالايه بالقوقعه. اذا عند درجه ضعف اكتر من 70 ديسيبل اللي هو نبتدي نخش في ضعف شديد معناها ان القوقعه غير كافيه لتفسير الكلام، وبالتالي هنبتدي نقول ان السماعه مش هتبقى مفيده بالدرجه الكافيه، نبتدي نخش على حاجه تطلع لي كهرباء مش تطلع لي صوت. يعني انا كده لو القوقعه دي ضعفت يبقى انا محتاج زرع قوقعه. لا ما هي ضعفت لدرجه ضعفت بسيط بس يعني الفرق بين السماعه والقوقعه ان السماعه بتاخد صوت وتطلع صوت بس بتطلع صوت حالي ومستنيه حاجه تحوله كهرباء. تمام. فلو الاذن الداخليه لسه فيها بوائي كافيه للعمل بحيث انها تحول الكهرباء هنسمع بالسماعه. تمام. لو البوائي هنا قلت خالص باظ خالص الجهاز ده يبقى الصوت العالي بتاع السماعه هيوصل هنا يخبط دماغه في الحيط ويرجع ما وصلش للمخ. يبقى انا لازم ايه استخدم القوقعه اني هطلعها كهرباء مش هطلعها صوت. يعني الفرق الرئيسي السماعه بتاخد صوت وتطلع صوت ومحتاجين المحول ده يبقى شغال شويه. المحول ده مش شغال يبقى السماعه ما تنفعش. طبعا في تطورات بقى يعني من زمان وتطورات للسماعات وزرع القوقعه. يعني احنا في التكنولوجيا يعني السماعات العاديه دلوقتي معديه 500 مليون عمليه حسابيه في الصوت. اكتر من 500 مليون عمليه حسابيه في شريحه 3 مللي في 3 مللي جوه السماعه. فطبعا تكنولوجيا متقدمه جدا. وبعدين احنا اصلا هنا بنتكلم برضو يعني التكنولوجيا بتاعت ربنا يعني احنا بنتكلم بالنانوميتر يعني 1 × 9 أصفار. فالحجم الحاجات هنا يعني دقيق جدا جدا جدا. وحتى الان ما وصلناش قوي لكل التفاصيل ازاي بنسمع بالظبط. يعني ازاي بتسمعي صوتين ثلاثة ويخشوا مع بعض والثلاثة يهزوا الطبلة ويطلعوا كهرباء مع بعض وتيجي في مخك انت بتردي على واحد منهم. سبحان الله قدرة ربنا. طيب نطلع بعد اذن حضرتك نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني نكمل حوارنا. أنا اسمي شريف سليمان، أنا العضو المنتدب بشركة النهار التجارية. شركة النهار التجارية شركة بقالها أكتر من 40 سنة، تأسست سنة 1979، كانت يعني فاميلي بيزنس وتطورت بقت شركة مساهمة مصرية حاليا. كلمنا النهاردة عن مبادرة سند. مبادرة سند هي نتاج السنين، يعني حضرتك متخيل احنا بقالنا عملاء بقالهم عندنا 40 سنة فبنعرف الأب والابن والجد. فنتيجة انخراطنا مع المستهلكين أو العملاء بتوعنا بقوا يخشوا معانا جوه الشركة. يعني نيجي مثلا هنجيب منتج جديد نستعين بيهم في تقييمه أو في تجربته. فبدأت بقى فكرة Voice of the Customer اللي هو صوت العميل. ابتدينا نحس إن هم محتاجين شوية حاجات، محتاجين مساعدة سواء من الناحية المادية، فكرة الانتشار مع الجمعيات الخيرية ومساعدتهم، أو أكتر الناحية التثقيفية إزاي نعلم ونثقف أولياء الأمور والأب والأم يفهموا دورهم مع ابنهم. فمن هنا بدأت مبادرة سند. إحنا نبقى في ظهر الطفل أو الولد أو الشخص بالذات زارع القوقعة. خدمة ما بعد البيع تطويرها إلى مش مجرد أنها مكسب، لا احنا لينا دور شركة لازم يكون ليها CSR اللي هو Corporate Social Responsibility، المسؤولية المجتمعية. بنحاول نطور الفكرة دي وكان نتاجها سند. يعني هو بيبقى يكون في تواصل مع الأولاد دي بعد ما بيشتروا السماعات؟
ده سؤال جميل جدا الحقيقه. احنا عندنا ابتدت العمليه مجرد ان احنا كنا بناخد الديتا من العيان لما يجي وكانت مش كافيه. احنا حولنا الموضوع ده الى برنامج سوفت وير موجود فيه، مجرد ان حضرتك تدوري باسم العيان او بتاريخ ميلاده او وات ايفر بنلاقي كل شيء عن هذا المريض، اسمه، ساكن فين، بنتابع حضرتك كمان تاهيله، وبنشوف مثلا نفترض طفل في اقاصي الصعيد بيبعد عن اقرب دكتور مثلا 200 كيلو، نقول له طب الحل مثلا ان احنا هنحاول نوفر لك وسيله ما انك تروح مره او مرتين او تيجي الام تتعلم. يعني احنا عندنا علاقه مستديمه مع كل مريض وكل زارع قوقعه وكل بيشنت لابس سماعه. رجعنا لكم بعد ما شفنا مبادرة سند لشركة النهار للسمعيات. نرجع نكمل حوارنا مع المهندسة هبة يوسف. نكمل الأول باقي فعاليات المبادرة. تمام، هي فعاليات سند زي ما احنا قلنا التجهيز لحد شهر يناير ان شاء الله. الفعاليات هتبتدي تمتد على مدى السنه الجايه كلها. احنا بنحط دايما لما بنيجي ننفذ اي حاجه بنحط لها بلان بمدى زمني بأوبجكتيفز او اهداف محدده، وكل شويه نقف ونقيس عملنا ايه وما عملناش ايه. عندنا اجنده ان شاء الله دي اللي شغالين عليها، هتبقى مجموعه من حلقات التوعيه. التوعيه دي هتكون زي ما قلت في المدارس، مهمه قوي المدارس جدا. مراكز الشباب، كل الاماكن اللي فيها تجمعات اجتماعيه، انديه، كل الاماكن دي. وبعدين مهم قوي نطلع من القاهره، مهم ان احنا نروح للمحافظات الاقل حظا او الاقل وصولا ليها. مهم جدا الاقاليم، مهم جدا الصعيد، مهم جدا الجنوب سيناء، الحتت دي فيها الحالات اللي الدكتور كان لسه بيحكي عنها بتاع زواج الاقارب كتير، فبالتالي الانسيدنس او الحالات بتتكرر كتير، فلازم نروح للناس دي، يكون في توعيات اكتر. ده هي الجزء الثاني، القوافل الطبيه. القوافل الطبية احنا عملنا في شهر 11 اللي فات قافلة لسيوة. كنت لسه اسألك عليها. القافلة بتاع سيوة دي قابلنا أكتر من 300 عيان، وكان معانا نخبة من أطباء الاتزان والسمع، السمع والاتزان والأنف والأذن والتخاطب. وكان معانا ناس زي شركاء نجاح مولوا القافلة، الجهة اليمين من السند. تمام. والحقيقه كانت الحمد لله قافله ناجحه جدا، يعني الناس كانت الدكاتره كانت بتشتغل على مدار الساعه من غير نوم، والناس كانت سعيده جدا. فاحنا هنكرر ده كتير. السنه اللي فاتت ما عملناش غير واحده، عملنا قبل كده برضو قافلتين في الشرقيه وفي بني سويف. السنه دي ان شاء الله هيبقى في حوالي 4 أو 5، كل 3 شهور نعمل واحده بالتقريب. في جزء تاني ان احنا هنعمل مؤتمرات مسؤوليه مجتمعيه. في بعض المؤتمرات دي بتنفذ، في واحد في بورسعيد في شهر 12، وهيبقى في واحد في القاهره اعتقد في شهر 3 أو 4. المؤتمرات دي مهمتها بقى الجانب اليمين، ان احنا نقابل الناس اللي عندهم استعداد للسند للمسانده. تمام. ونعرفهم بالقصه ونفهمهم هي ايه عشان يبتدوا ينضموا لينا. في جزء تاني ان احنا ريزنج فند، او ان احنا مش هقول بقى احنا مش هينفع نجمع اموال ولا تبرعات لان ده قانون ما يسمحليش بده، بس هنعمل شراكات مع مؤسسات مجتمعيه، جمعيات خيريه اللي هي من حقها انها تعمل ريزنج للفند، ونبتدي ان احنا نتحرك. واحنا برضو وجودنا مع شغلهم هم ان هم بيبقى عندهم بحث حاله، واحنا معرفتنا ببعض الحالات يساعدنا برضو ان الدعم ده او السند ده يروح في مكانه، ما يبقاش فيه. احنا بجد بنحييكم جدا على الدور اللي انتم بتقدموه كشركه، شركة النهار. وده احنا شفناه فعلا في المبادرة، كنتوا معانا فعلا. يعني بجد بجد كان الموضوع فوق الرائع، الجانب الانساني. تمام. مهم جدا. الجزء الثاني انه لما كنت بقول لك انه مهم النجاح، يعني مش مهم يسمع، مهم يسمع يتكلم وينجح. ففي جزء بقى هيبقى تدريبي وتأهيلي للأهالي وللأولاد، وخصوصا احنا برضو بنهتم بالأطفال قوي. فده ندربهم ازاي يتواصل مع نفسه، ازاي يتواصل مع المجتمع اللي حواليه، ازاي يتعامل مع المشكلات، لان هو مبتدي حياته بمشكله اصلا، فازاي يحل المشكلات دي ويتعامل معاها، ازاي يحقق التوازن النفسي، ازاي يطلع نتائج كان طبيعي واحسن من الطبيعي كمان. انا دايما عندي ايمان، معرفش ده الدكتور هو اللي يصلح لي، انه لو واحد لما ربنا بياخد من حاسه او من حاجه بيدي في حاجه ثانيه اكتر. فطب لما نحل الحاسه دي هو عنده 2 دبل اكتر مننا، بس فبالتالي نشتغل على ده بشكل مميز باذن الله. طيب كلمينا اكتر عن شركه النهار.
فاضية غير ان هي بتقدم المبادرة الانسانية دي. اوكي كلمينا عن شركة نهار نفسها. احنا عرفنا طبعا ان هي بقالها 40 سنة يعني عاشت مراحل صحيح وعاشت اعمار كتير صحيح. فكلمينا ازاي ان هي من زمان كده ووصلت بالمستوى اللي هي بقت فيه دلوقتي. طيب زي ما قلتي هبه وانا بقول واحنا كل شويه هنقول واعتقد خلال السنه الجايه اللي هي فيها فعاليات كتيره هتبقوا معانا كتير يعني لانه 40 سنه 2020 40 سنه على مدى السنه هيبقى في فعاليات كتيره. 40 سنه في مجال ضعف السمع. عايزه بس ابتدي باللي انا بسميه الانتربرينور او الرائد الاعمال. احنا في العشر سنين الاخرانيين ابتدى هذا المصطلح يظهر في مجال البزنس او في مجال اداره الاعمال الانتربرينور او رياده الاعمال. فلما شخص سنه 79 او 80 يبتدي يفكر في الحاجه دي ويعملها فده انسان سابق عصره اللي هو دكتور محمود سليمان اللي هو يعني رئيس الشركه. هو في سنه 79 او 80 كان ابتدت طب السمع والاتزان يبقى موجود في مصر. فالمنظومه لازم تكمل، لازم الطبيب بيعمل دوره، في حد لازم بالبلدي كده يخدم على مريض السمع او اللي عنده ضعف سمع. فهو عمل الشركه دي في الوقت ده من اوائل الشركات في مصر اللي كانت موجوده. فطبعا دي انا بحييه من هنا جدا يعني، وهو بالنسبه لنا شخص ملهم جدا. شخص ملهم. فات ذات بوينت ان انا ابقى سابق عصري دي حاجه عجيبه شويه. واحنا بنحاول بقى نشتغل بنفس العقليه دي طول الوقت. وده اللي هيخلي الشركه تتقدم طول الوقت. ده حقيقي وتتطور لان انا دايما مقتنعه ان مفيش حد بيقف مكانه، هو بيطلع قدام بيرجع لورا، بس مفيش حاجه مفيش حد بيقف لان اللي جنبك بيتحرك فانت ما بقتش في مكانك. تمام. فاحنا بنشتغل في مجال ضعف السمع في البدايه في مجال السماعات الطبيه اللي اشار ليها دكتور علي. وقعدنا فتره طويله بنعمل ده، خدمات ما قبل واثناء وبعد البيع، وبنمشي جنب لجنب لطبيب السمع والاتزان علشان كل الحاجات اللي هو بيعملها مع المريض احنا لازم نعمل الخدمات المقابله ليها علشان نكمل المنظومه ونقفلها. وبعد كده بنشتغل برضو في مجال الاجهزه الطبيه اللي هي الاطباء بيستعملوها للكشف على السمع والاتزان. وحديثا في يعني من سنتين اواخر 2017 اخذنا وكاله زراعه القوقعة من اكبر الوكالات، هي تعتبر مصنفه واحد على مستوى العالم، وكاله كوكليا الاستراليه. والسنه الاخرانيه دي في تحت مظله التامين الصحي ومبادره ويد للقضاء على قوام الانتظار عملنا يعني بكره النهارده اخر اليوم غالبا هنقفل 600 عمليه في سنه. ما شاء الله. ده حقيقي. عدد كبير جدا. ده حقيقي. وهي مش مجرد العمليه، في السايكل طويله جدا جدا جدا. فده الشغل اللي احنا بنعمله. تقريبا عندنا عدد من الفروع بنقدم فيها خدماتنا حوالي 8. قول لنا ايه الفروع؟ مش لازم اعمل لهم ليست. لا برضو عشان المشاهدين برضو يعرفوا. 8 فروع. ان الحلقه النهارده مهمه جدا، واحنا معلنين قبليها بفتره ان شركه النهار هتكون معانا، عشان كده في ناس كتير فعلا بعتوا لنا على رسائل الصفحه ان هم منتظرين يعرفوا الفروع بتاعتكم وبتقديم الخدمات ايه. تمام. احنا عندنا الفرع الرئيسي في وسط البلد، ده الفرع العتيق الاثري يعني اللي هو ال 40 اللي سنة. انا جيت فيه. لا ده اثري يعني 40 سنه هو شاهد الرحله كلها يعني، كل جدار من جدرانه شاهد على قصه حد يعني. وفي في مصر الجديده، في الدقي او المهندسين يعني، في طنطا، في اسكندريه شرق وغرب اسكندريه، وفي المنضم حديثا لينا المنصوره لسه فاتحينه شهر 7. في اسيوط مهم جدا ان شاء الله على اخر السنه او اول السنه الجديده هيبقى في سوهاج. احنا مهتمين بالصعيد وعندنا خطه طموحه ان على 23 نوصل حوالي 23 فرع في 23. وعندنا اماكن خدمات جوه مستشفيات الانف والاذن حوالي 5 اماكن اخرى يعني. فبنتكلم في حوالي بنقدم الخدمه حوالي نقول 13 او 14 مكان اللي احنا شايفينه مش كفايه. لانه انت عندك حد بيبقى جاي مثلا، انا جربت تجربه المنصوره دي، بيركب 3 مواصلات في الحر او البرد ومعاه الاولاد والعيال، افرت وتعب وارهاق، وبيدفع فلوس ولازم هيجوا القاهره يعني اكل وشرب، تجربه مرهقه جدا. فاحنا بنحاول نروح لهم لحد عندهم نوصل لهم، بس طبعا بما يعني بخطه تكون متوازنه يعني. تمام. احنا بنشكركم جدا على مجهوداتكم، والفروع ان شاء الله يكون في جميع انحاء الجمهوريه ان شاء الله. نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل حوارنا.
المحاضرة اللي أنا بعملها وده لفت نظري قوي، كانت في أم هي من يعني ما بتتكلمش بلغة الإشارة، فإذا هي عندها الطفلين، الطفلين كبار ما هم صغيرين، بس للأسف هم الاثنين عندهم مشكلة في السمع، فبتقول إن هم مش بيسمعوا ومش بيتكلموا. مجرد المبادرة اللي زي دي إحنا عملنا اختبارات السمع، طلعوا ان الاثنين دول لو كانوا لبسوا سماعات من الصغر كانوا مشوا كالاطفال عاديه، لان كل واحد منهم عنده ودن بتسمع كويس. وبالتالي مع المبادره تم اكتشافهم في مبادره الشركه دي اللي معموله. عندك كام سنه؟ 14 سنه. بتروح مدرسه؟ في سنه كام؟ اولى اعدادي. طيب مدرستك اسمها ايه؟ جامعه. بصي هو اعتمد على ايه؟ هو اعتمد على حركة الشفايف مع صوت سمعه، بس اللغة متكونة، معنى كده انه سمع الكلام عشان اللغة تتكون، بس للأسف اللي بيكلمه يا بيتكلم في ضوضاء زي ما احنا بنتكلم يا بيتكلم بصوت عادي. الحقيقة النهاردة أول إطلاق للمبادرة دي في مؤتمر الأنف والأذن والحنجرة من أكبر المؤتمرات في مصر الشرق الأوسط، اسمه مؤتمر أوتو أليكس، لأن مؤتمر كبير ومهم والمبادرة مهمة، فعملنا الاثنين يعني حاولنا ننسق إن ده يكون في نفس الوقت. فعالية اليوم الحقيقة كانت أكتر من رائعة لحد دلوقتي، في محاضرة للتوعية عن مشاكل السمع، في معي لمجموعة من ذوي الهمم في مبادرة سند. أنا أهتم إن الناس تسمع وتتكلم، ومش بس كده تتميز وتطلع مواهبها وتكون متفردة في حاجة من الحاجات اللي موجودة عشان يكون عندنا المجتمع سليم وصحي في النهاية. شرفت يعني اللي أبقى معاكم وفي المبادرة، وأنا يعني بشجع أي أم يعني ما تسيبش وتتحدى الإعاقة في كل حاجة، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة ذهنية، كل حاجة. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو لمبادرة سند اللي بترعاها شركة النهار للسمعيات. نرجع ونكمل حوارنا مع الدكتور علي عبد الدايم. كلمنا عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع. هو الحقيقة دي كان مطلب من زمان، واستجابة سيادة الرئيس للنبض الشارع ان الوقاية خير من العلاج، والتشخيص المبكر بيريحنا ويريح الأهل ويوفر اقتصاد كبير جدا. فإحنا لما نشوف الولد في أول شهر ونعرف فيه مشكلة ولا لا، ودي قواعد الحقيقة الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية، إن المفروض كل المواليد في أول شهر يتعرف إذا كان فيه مشكلة ولا لا. إذا لقينا مشكلة بنيجي على الشهر الثالث بنعمل تقييم شامل. إذا لقينا مشكلة بنتدخل من الشهر الخامس إلى السادس بالسماعات والتدريب وكل المطلوب، بحيث إنه يرجع إلى الخط المينستريم أو الطفل الطبيعي على قد ما نقدر. تمام. جاب بالسماعات والتدريب ماشي، ما جابش بنعمل الزرع. المبادرة دي يعني عشان نعمل التشخيص المبكر بنستخدم أجهزة، بحيث أن الطفل ده حاجة اسمها انبعاث صوتي وحاجة اسمها مقياس سمع بالكمبيوتر. طيب. ودي يعني متوزع على مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وبنعرف الانبعاث الصوتي ده أن الأذن أصلا بتطلع صوت لبره، الأذن الطبيعية، وإحنا بنسجلها بجهاز حساس جدا بيلقط هذه الأصوات، لأن الأصوات دي منخفضة جدا ما نقدرش نسمعها احنا يعني واحد جنب واحد كده ما يسمعهاش، إنما الميكروفون بتاع الجهاز بيقدر يلقط هذا الصوت. إذا كان القوقعة شغالة بصورة سليمة فبنلقط هذا الصوت بنعرف إن القوقعة شغالة، إذا ما لقطناش الصوت ده بنكمل الفحوصات عشان نعرف فيه مشكلة ولا لا. المبادرة دي الحقيقة يعني محتاجة تدريب
تكنيشنز او ممرضات او يعني عشان تبقى بنسميها كوست افكتيف او يعني كفاءه مع الفلوس، ان ما ينفعش مثلا واحد كبير قوي ساعته بمبلغ كبير هيشتغل حاجات في المسح السمعي، فبيبقى في تاهيل للناس اللي في مكاتب الصحه في اجهزه خاصه بعمليه المسح السمعي. والحاله اللي بتبقى بنسميها ريفير او فشلت انه ينجح يعدي الطفل ده نظام فرز، سليم ولا تعبان؟ سليم خلاص روح، تعبان روح للمستشفى كمل الفحوصات نشوف الاخبار ايه. اللي على فكره اللي بيبقى تعبان ده ممكن يبقى حاجه مؤقته جدا، مجرد شويه افرازات لسه ما حصل لهاش امتصاص، وبعد اسبوعين ثلاثه يبقى سليم ويعدي. يعني برضو انا احب اطمن الامهات، مش كل حاله بيبقى انه فيل او ريفير انه ما عداش الاختبار المسح السمعي ان في مشكله، لا ممكن جدا دي حاجه مؤقته وبعد اسبوعين او شهر او شهرين نلاقي انه عدى وبقى سليم ما فيهوش مشكله. تمام. في بعض الحالات بنحتاج اختبار الاخر اللي هو مقياس السمع بالكمبيوتر، ده لما يكون في مشكله اثناء الحمل او الولاده او تاريخ مرضي في العيله، ان ممكن يبقى في مش بس القوقعه، لا العصب فوق او جذع المخ ممكن في مشكله، الصفره بتترسب لي فوق في مراكز المخ. فبالتالي احنا لما بنشخص الحاله بدري جدا بنبتدي نلبس السماعات في الميعاد، بيقدر الطفل يخش مدارس العادية، لأن احنا عندنا أول ثلاث سنين ونص هي الفترة دي بتاعة بنسميها بلاستيكية المخ. طبعا احنا كلامنا عن ضعف السمع عايز حلقات وحلقات حلقات، بس حضرتك أكيد هتكون معانا تاني في حلقات كتير. بس حاجة صغيرة جدا احنا عايزين نقول للأمهات ان هي لازم تتابع، ما هي دلوقتي بقت في شهاده الميلاد بقى في خانه للمسح السمعي، بقت من اول نوفمبر طبقا للقانون بقت في خانه للمسح السمعي، والمفروض يتعلم عليها اذا كان باص او فيل او ريفير. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه. كان معانا النهارده شركة النهار للسمعيات، وكان معانا دكتور علي عبد الدايم أستاذ متفرغ طب السمع والتزاين جامعة الأزهر، شكرا جدا لحضرتك. وكان معانا مهندسة هبة يوسف مدير عام شركة النهار للسمعيات. بنشكر حضرتك جدا وبالتوفيق دايما ليكم يا رب، ودايما تكونوا كذا فرع في أنحاء الجمهورية، وإن شاء الله ونقدم احسن خدمه للناس، دي اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله. ميرسي يا هبه جدا. طبعا انتوا بتقدموا اصلا خدمات يعني رائعه جدا، نحسن في نفسنا كل شويه ان شاء الله في الخدمات الاحسن. واحنا طبعا بنشكر الدوله على ان هي خلت الكشف المبكر عن ضعف السمع في شهاده الميلاد. احنا بنشكركم جدا، وكان معانا النهارده حلقه مميزه جدا، واستنونا في حلقات تانية ومواضيع اكتر وحلقات أكتر. مع السلامة.